ونروح لزميلنا العزيز كريم احمد من ملعب المباراه نتعرف منه على اخر الاجواء. مساء الخير يا كريم. دايما مجد يستحق ليك ولكل نجوم الكره ولكل جمهور النادي الاهلي. اجواء الحقيقه اكثر من رائعه هنا في استاد برادو. زي ما قلنا يمكن الكثافه الجماهيريه لجمهور نادي الترجي، الاعداد المعلنه الحقيقه يعني تخطط هذه الارقام، في كثافه كبيره جدا في المدرجات، في لافتات ودخلات وتشجيع كبير جدا، وايضا كمان الحقيقه جمهور النادي الاهلي رغم قله العدد لكن الحقيقه اللعيبه اتفرجت كلهم على ارض الملعب بنص مميز جدا. يا رب ان شاء الله يوفق لعيبتنا في مباراه التسجيل واعلن كل التجهيزات بتاعت دايما زي ما بنقول، بس التوفيق يكون معانا ان شاء الله النهارده مع مستر كولر سواء في الاوراق الرابحه على دكه الدفاع او في التسجيل او في النادي. لحظات كثيره جدا وخلاص بيتم اخلاء الملعب من نزول اللاعبين ان شاء الله لاقامه المباراه. ان شاء الله تكون مباراه جيده، ان شاء الله تكون شوط اول فيه هنا في رادس لمصلحه النادي الاهلي. 90 دقيقه كلها جديه منتظرينها من اللاعبين، كلها حماس. يا رب ان شاء الله يكون التوفيق معانا يا كابتن هادي. كلمني سريعا عن الملعب ودرجه الحراره ونسبه الرطوبه عندك. الحقيقه صباحا كان في بعض الامطار لكن درجه الحراره وصلت 30، لكن في هذا التوقيت جو كروي رائع تصل ل 18 درجه، في هواء بسيط جدا مفيش رياح قويه، جو كروي كله، عشان كده بنقول الاجواء كلها والمناخ طيب جدا. جو كره قدم يليق بالنهايه الحقيقه. ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون مكمله في العلاج المثاليه زي ما عودونا، ان شاء الله باذن الله 90 دقيقه تكون الكل على صالح الرجل الواحد. نقدر كابتن ايمن نقدر نكسب هدف ونحافظ ايضا كمان على شباكنا. ربنا يوفق كبير، ربنا يوفق كل اللعيبه، ان شاء الله ربنا يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي باذن الله، ونبارك لبعض بعد المباراه ان شاء الله. يا كريم شكرا جزيلا. كريم